بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنبدأ في القاعدة الثانية من قواعد العد في شابتر 6 من مساق الرياضيات والحوسبة. القاعدة الثانية اللي هي قاعدة الجمع، قاعدة الجمع The sum rule. If a task can be done either in one of n1 ways or in one of two ways to do the second task, where none of the set of n1 ways in the same as any of the n2 ways, then there are n1 زائد n2 ways to do the task. نأخذ مثال عشان نشرح اللي هو القاعدة الـ sum rule. Example: the mathematics department must choose either a student or a faculty member as a representative for a university committee. يعني بيقول لي والله قسم الرياضيات لازم يختار إما طالب أو لو عضو هيئة تدريس faculty member كممثل representative for a university committee هو مجلس الجامعة. How many choices are there for this representative if there are 37 members of the mathematics faculty and 83 mathematics majors and no one is both a faculty member and a student. وهذه يعني النقطة اللي هي مهمة، النقطة اللي إيش اللي انحكت هنا. الآن بقول لك كم اختيار ممكن نختار لهذا التمثيل، يعني الشخص اللي هيمثل يعني الطلبة والمدرسين في مجلس الجامعة. إذا كان في عندي 37 مدرس و 38 طالب، فإيش الاحتمالات صارت عندي هان؟ وبقول ما فيش يعني هنا حدا ممكن يكون طالب ومدرس في نفس الوقت في الجامعة. الآن باستخدام قاعة الجمع، تمام، بكون عندي الاحتمالات. يعني أنا بدي أختار، بدي أعد يعني الاحتمالات تبعت، أنا بدي أختار من وين؟ من السبعة وثلاثين والثلاثة وثمانين، فبقى أجمعهم جمع. سبعة وثلاثين زائد ثلاثة وثمانين عنده 120 طريقة لإني أختار ممثل. 120 طريقة لإني أختار ممثل، يعني وكأني بدي أختار ممثل من 120 شخص اللي هم 37 عضو هيئة التدريس وثلاثة وثمانين طالب فقط. فيعني سؤال بسيط بده يعني بس يوضح لي كيف انا بدي اجمع المجموعتين، لكن الشرط هنا ايش هو؟ انه يكون ما فيش تقاطع بين المجموعتين. اهم شغله فيش تقاطع بين المجموعتين. None of the set of n1 ways is the same as any of the n2 ways. يعني ببساطه لا يوجد تقاطع بين المجموعتين. في هذه الحاله بنجمع اللي هو يعني الان واحد والان اثنين. الآن تعال نشوف هاي السم رول، قاعدة الجمع، من حيث اللي هو أو يعني مع المجموعات. مع المجموعات the sum rule can be phrased in terms of sets، يعني ممكن احنا نمثلها باستخدام المجموعات. A اتحاد ال B، طبعا A مجموعة و B مجموعة، بيساوي A cardinality الـ A يعني عدد عناصر الـ A زائد عدد عناصر الـ B as long as A and B are disjoint sets، اللي يعني ايش؟ مجموعات غير متقاطعة، فيش بينهم عناصر مشتركة disjoint، تمام؟ more generally بشكل يعني عام، لو كان في عندي أكثر من مجموعتين، مجموعة A1 و A2 اللي عندي AM، برضه نفس القصة، إنه أنا اتحادهم بيساوي
اللي هو يعني مجموع وعناصر كل مجموعة على حدة، يعني الكاردينالات إلى اتحاد الـ A إلى A، اتحاد الـ B A2، اتحاد A3، اتحاد A4، اتحاد الـ AM بيساوي إيش؟ اللي هو كاردينالات للمجموعة الأولى A1 زائد كاردينالات المجموعة الثانية A2 زائد لا عندنا كاردينالات إلى الـ AM وهكذا. طبعاً إحنا بهمنا يعني إنه إيش نفهم اللي هو القاعدة هذه فقط. طبعاً هذه القاعدة نطبقها لما يكون فيش تقاطع بين الـ A والـ B، وإلا حننقص اللي هو التقاطع. نشوف برضو مثال، تمام، ونشوف هذا المثال إيش بيحكي. بقول لي هذا المثال: Suppose statement labels in a programming language can be either a single letter or a letter followed by a digit. Find the number of possible labels. بقول لي هنا يعني الـ label، عنوان الجملة أو الكلمة في اللي هو لغة البرمجة ممكن يكون حرف واحد single letter or letter followed by digit، أو يعني إيش رقم متبوع بحرف. يعني الاحتمالات خلينا نشوفهم لك، مثلا ممكن يكون A لحالة single letter، B single letter، وممكن يكون letter، تمام، A مثلا ومتبوع إيش؟ متبوع برقم followed by a digit، A2 مثلا، A5، A1، A7، B1 وهكذا. طبعا احتمالات كثيرة. نمسح الخط والساد. أنا بواحد، تمام. فباستخدام اللي هو قاعدة الضرب، باستخدام قاعدة الضرب والجمع طبعاً، منحل اللي هو لأن أنا عندي الخيار نقولش الأحرف لحالها، عندي الأحرف متبوعة بالأرقام. فاستخدمنا في هذا الحال اللي هو قاعدة الضرب وقاعدة الجمع. هاي قاعدة الجمع، تمام، والثانية حال هذه سنجل لتر فولد باي ديجيت اللي هو هي هاي لتر، تمام، فولد باي ديجيت استخدم مع ايش اللي هو الضرب. لكن للسؤال كله ككل نستخدم اللي هو قاعدة الجمع. يبقى استخدمنا هنا الجمع والضرب في نفس اللي هو السؤال. يبقى عدد الاحتمالات اللي هو الليبلز ايش هيكون عندنا؟ 26 حرف زائد اللي هو 26 ضرب 10. طبعا برضه هذا سؤال يعني بسيط، تمام. الآن نشوف يعني برضو سؤال في نفس اللي هو السياق، في نفس السياق. هذا السؤال أو المثال بقول لي combining the sum and the product rule، يعني قاعدة الجمع والضرب allows us to solve more complex problems، يعني أسئلة أكثر تعقيدا. شوف أحد هذه الأسئلة، بقول لي المثال: each user on a computer system has a password. كل مستخدم في النظام الحاسوبي له كلمة سر password which is 6 to 8 character long، طولها من 6 ل 8 خانات، تمام، where each character is an uppercase letter or a digit. وكل خانة من الثمان خانات، من ست خانات أو السبع خانات أو الثمان خانات، يا إما حتكون حرف كابيتال أو اللي هو رقم فقط. هي يعني الكاركتر اللي ممكن يتم استخدامه. طيب، each password must contain at least one digit.
لكن حط لي شرط هنا، هذا الشرط هو اللي حي يعني حيخلي الأمور معقدة شوية، إنه لازم كل اللي هو باسورد فيها على الأقل، على الأقل رقم واحد. يعني ما بينفع تكون مثلا مكونة كل كلمة الباسورد مكونة من أحرف لحالهم، لازم يكون على الأقل في رقم من الست خانات أو السبعة أو الثمان خانات. How many possible passwords are there؟ كم احتمال لا باسورد موجود عندي؟ تمام. يبقى عندنا احنا اول شيء انه انا ممكن تكون كلمه السر ست خانات سبع خانات او ثمان خانات، بدي احسب كل واحده لحالها، لما يكون ست خانات كم احتمال، لما يكون سبع خانات كم احتمال، لما يكون ثمان خانات كم احتمال، وبعدين بجمعهم مع بعض. عشان هيك كان اعطاني رموز للاحتمالات الثلاثه هذول، let b be the total number of passwords and let b6 b7 and b8 be the password of length 6 7 8. يعني الباسورد 6 اللي هو ايش معناها؟ انه هذا يعني في ست خانات، الباسورد 7 سبع خانات، وهكذا. فالآن و نعم by the sum rule ال B حتكون ايش؟ زي ما حكينا اللي هو مجموع ال B6 وال B7 وال B8. يبقى الآن صار في عندي الفكرة العامة وضحت، لكن بضل بدنا نحسب الآن B6 لحالها و B7 لحالها و B8 لحالها عشان نقدر نجمعهم. To find each of B6, B7, B8, we find the number of passwords of the specified link composed of letters and digits and subtract the number composed only of letters. طبعا هنا عشان انا يعني خلينا نفكر في B6 مثلا. B6 تمام اللي ست خانات، بتكون الباسورد مكونه من ست خانات بالشكل هذا. هاي ست خانات تمام. الآن كل خانة مكونة من يا إما حرف يا إما اللي هو رقم. يعني كم احتمال عندي هان؟ 26 حرف وكمان 10 أرقام، يعني 36 كاركتر مختلف، اللي هو العشر أرقام اللي من 0 ل 9 والأحرف اللي 26، فعشر فعشرة مختلفين. الآن لو ما أعطانيش الشرط اللي هو إنه على الأقل حرف واحد، خلاص أنا ستة رقم واحد وبضرب 36 في نفسها ست مرات، يعني 36 أس 6 بخلص. لكن هو إيش قال لي؟ قال لي على الأقل لازم يكون في حرف واحد. الآن في هذه الحالة، في هذه الحالة بدنا نطرح تمام اللي هي يعني ما بدناش يكون الباسورد تكون من احرف فقط. فانا بدي اجيب كل الاحتمالات تمام الممكنه واطرح منها الحالات اللي فيها كلها احرف. هيك بهيك بكون انا بقدر احل السؤال بشكل سهل. بدي اطرح الاحتمالات اللي كلمه السر فيها بتكون مكونه من احرف. فايش الاحتمالات هذه المكونه من احرف؟ الاحرف انه يكون عندي 26 تمام 26 حرف 26 حرف 26 حرف 26 حرف وهكذا 26 اس 6. هذه الحاله اللي فيها ايش؟ او الحالات اللي فيهم احرف. عشان هيك الحالات كلها جميعا 36 اس 6 ناقص حالات الاحرف لحالها اللي بدناش اياها او غير مسموحه 26 اس 6 بيطلع عندي ايش؟ بيطلع عندي اللي هو الجواب. فلو على الاساس ضربناهم هيطلع عندي الجواب اللي هو يعني 1 بليون بعدين 867
مليون وهكذا. الآن إذا هذه انفهمت بالنسبة لنا الـ V6 فالـ V7 نفس القصة، بتصير 36 أس 7 ناقص 26 أس 7. برضو بدنا نشيل اللي هو الحالات، نطرح الحالات اللي فيها الباسورد مكونة فقط من أحرف وهكذا. في الآخر لما أحسب كل واحدة لحالها بدي أجمع اللي هو أستخدم البرود الصم رول وأجمع الاحتمالات الثلاثة مع بعض، تمام؟ فبيطلع عندي طبعا هنا اللي هو يعني رقم كبير. فالفكرة في هذا المثال أو السؤال، تمام، مبنية على إن طرح الحالات المش مطلوبة. طب ليش أنا يعني استعنت بهاي الفكرة؟ لأنه غير هيك صعب جدا أو شبه مستحيل إنه أنا أحسب، تمام، يعني أحسبها أو أجمع الحالات اللي فيها at least one number، at least only one number. ف يعني at least one number معناته ممكن يكون رقم واحد، ممكن يكون رقمين، ممكن يكون ثلاث أرقام، ممكن يكون أربع أرقام، خمس أرقام، ستة، وهكذا. بصير عندي احتمالات كثيرة وبالتالي بصير السؤال أكثر تعقيدا. تمام، نيجي الآن نشوف اللي هو مثال آخر كمان لموضوع اللي هو الإنترنت أدرس، اللي هو يعني عنوان الـ IP address اللي بسموه IP address في الإنترنت. كلكم تعرفوه، مكون من 32 bits، 32 خانة ثنائية. طبعا هذا الرقم، رقم الإنترنت معروف عنا، مكون من أربع تقريبا مواقع أو أربع يعني أماكن، تمام، وكل مكان فيه طبعا في 8 خانات ثنائية، فهو من 0 ل 255، من 0 ل 255، لأنه 32 بت كل أنا 8 بت. هذا الـ IP address بشكل عام، وهذا 8 بت من 0 ل 255، 8 بت و 8 بت. طيب الآن هذا الإنترنت أدرس الـ 32 يعني خانة، في منه أكثر من كلاس، أكثر من كلاس، في الكلاس A بسموه، الكلاس B، الكلاس C، الكلاس D، الكلاس A. الكلاس A إنه أول خانة من 32 زيرو، يعني أنا مجرد ما أشوف زيرو هنا، تمام، بعرف إنه هذا الكلاس كلاس A. إيش يعني كلاس A؟ والله في رقم الشبكة وفي الهوست اي دي رقم الجهاز. فرقم الشبكه بكون مكون فقط من سبع احرف الكلاس A، يعني من الخانه رقم واحد للخانه رقم سبعة. الكلاس B لا، في خانتين هذه المحفوظات لاسم الكلاس، يعني واحد زيرو هذول ثابتين بكونوا واحد زيرو، يعني وكانه هذا الكلاس B. طب ايش الكلاس بي بيفرق عن الكلاس A؟ لا، الكلاس بي بيقول لي النت اي دي رقم الشبكه الاحرف تبعته اكثر، الخانات تبعته، تمام. كلاس سي ثلاث خانات باسم الكلاس 110، وباقي الخانات بضل عندي انا اقول 5 وكمان 8 وكمان 8، يعني 16 و5 21 خانه للرقم الشبكه، فقط للهوست اي دي 8 خانات وهكذا. هذا تقسيمي يعني ل اللي هو العنوان. طب تعال نشوف احنا المثال كلاس اي ادرس يوزد فور ذا لارجست نتوركس، للشبكات الكبيره يعني، زيرو فولود باي 7 بت نت اي دي، 7 خانات ل اللي هو زي ما قلنا للشبكه، وايش و24 بت للأرقام. فهذا بيكون يعني 7 خانات معناته 2 أس 7، يعني 128 شبكة مختلفة، و42 بت لكل هوست اي دي، كل شبكة بيكون 2 أس 42،
2 أس 24 شغله زي هيك. كلاس بي 14 بت للشبكه 16 بت للهوست وهكذا زي ما حكينا يعني في هذا. وكذلك سي. طيب الان يعني السؤال او المثال على هذه فكره الانترنت ادرس هي How many different IP version 4 addresses are available for computers on the internet? طبعا هم بسموه IP version 4 لانه في عندنا الان version 6 موجود مثل البعض سمع فيه، لكن احنا IP version 4 يعني بيكون عنه العنوان هذا مكون من 32 بت يعني 4 بايت 4 بايت. السؤال كمان مرة How many different IP version 4 addresses are available for computers on the internet؟ بده نحسب اللي هو ايش؟ كم؟ طبعا هذا الكلام بدنا نحسب بس لكلاس A وB وC. كلاس A وB وC كم عنوان انترنت موجود عندي. في هذه الحالة حنستخدم اللي هو السم والبرودكت رول، فحناخذ كلاس كلاس ونحسب وبعدين نجمع الكلاسز الثلاثة مع بعض. فنشوف الكلاس A في الأول، أو خلينا نشوف إيش هو الرموز اللي نستخدمها. Let X be the number of available addresses. Let X A X B و X C denote the number of addresses for the respective class. يعني X A عدد عناوين لكلاس A، X B عدد عناوين لكلاس B، X C عدد عناوين لكلاس C. فتعال نشوف كل كلاس لحاله. شوف الأول إيش عدد عناوين لكلاس A اللي هي XA، ايش حتساوي؟ طبعا اول شيء عدد الشبكات عندي 2 أس 7 ناقص 1 ويساوي 127 شبكة. 127 شبكة ضرب اللي هو الخانات الثانية يعني 2 أس 24 ناقص 2 ويساوي 6 بيطلع اللي هو هي عدد يعني ايش عناوين. تمام عدد العناوين هو 100 لسه هذول العدد عن عدد الهوست اي دي. الان بدي اضرب النت اي دي في الهوست اي دي يعني 127 ضرب له 16 مليون بيطلع الرقم هذا 2 مليار وارقام طبعا عناوين. كيف هو حسبها هنا؟ في بس نقطة في الـ IP addresses تمام؟ في اللي هو بيقول لي شغلتين اللي هو الواحد لما يكون كل وحدات في الـ يعني في النت اي دي بتنحسبش فهذا مش محسوب عنوان في النت اي دي تمام؟ يعني هذا صح احنا بنقول 2 أس 7 2 أس 7 مش 8 طبعا 2 أس 7 لأن أول واحد قلنا ثابت هذا فضل سبع خانات 2 أس 7 عنوان نت أي دي لكن عشان هذا العنوان اللي هو كل وحدات غير متاح فلازم ننقصه لازم نطرحه كملاحظة يعني تمام. والهوست أي دي اللي احنا بنقول عنه 2 أس الباقي 2 أس 24 عنوان أو هوست أي دي تمام Hot IDs consisting of all zeros and ones are not available. يعني كل لما يكون كلهم أصفار وكل وحدات بدنا ننقصهم. كم حالة؟ حالتين. حالة كلها أصفار وحالة كلها. طب لازم ننقص الاثنين. عشان نعرف ليش نقصنا يعني. لكن لو بدناش نطرح لو فيش شروط يعني بتضل هذه 2 أس 7 و 2 أس 24 نضربهم في بعض. عشان هيك كان نقص اللي هو الاثنين والواحد كشرط يعني. طبعا احنا معروف عندنا قاعده الضرب يعني ببساطه بنيجي هنا استخدام قاعده الضرب هنا سبع خانات وهنا 24 خانه اللي هو 3 في 8 2 أس 7 تمام والنقص 1 اتفقنا ضرب 2 أس 24 ناقص 2 الاثنين طبعا قلنا اللي الاصفار وال بس نفس الشيء اكس بي
نفس الآلية 2 أس 14 وهنا 2 أس 16 والنقص 2 تمام وكذلك اللي هو إكس سي 2 أس 21 نت اي دي وعندي هنا 2 أس 8 في ال طبعا ليش ما طرحش؟ لأنه بس الوحدات اللي في كلاس A بس طرحنا من كلاس A اللي هو يعني أحد الحالات لكن باقي الكلاسز ما طرحنا تمام زي ما قلنا ما فيش عندنا أي ريستريكشن يعني في الموضوع فضلت 2 أس 14 نت اي دي و2 أس 16 ناقص 2 اللي هو الهوست اي دي فبالتالي بدنا بس نضرب 2 أس 14 في 2 أس 16 ناقص 2 هنا كلاس سي نفس الفكرة تمام هاي الكلاس سي مثلا تمام عندي هذا كله هيك نت اي دي هو 2 طبعا هذول كلهم هيك نت اي دي في الكلاس سي كم خانة اللي هم 24 خانة لكن بدنا نطرح ثلاث خانات ثابتين عشان الكلاس اي لو نرجع لهيها هاي كلاس اي ثلاث خانات ثابتين فما نحسبوش 2 بصير اس 24 ناقص 3 21 ونكسرش طبعا هنا ضرب طلع عندي ايش؟ 8 خانات 2 اس 8 ضرب بس ايش بدنا هنا عشان موضوع النت بدنا ننقص الاثنين 2 اس 8 ناقص 2 تمام هذا اللي هو بالنسبة لعناوين الأدرس طبعا في الآخر نجمعهم كلياتهم كل عناوين الأدرس قديش بيطلع كم عنوان؟ 3 مليار عنوان 3 مليار عنوان طبعا هذه 3 مليار أو 4 مليار تقريبا 3 مليار و700 3 مليار و733 مليون او هكذا هذول ايش مالهم الان ما غير كافيين كفوش انه احنا نعنون فيهم كل اجهزه الكمبيوتر اللي في العالم وكل الشبكات والموبايلات وهكذا فعشان نكسر في عندي اللي هو الاي بي فيرجن 6 ادريسز واحنا في هذا الموضوع بهمنا بس انه يعني كيف نعد وهذا مهم كيف نعد عدد أرقام الجوال عدد أرقام الإنترنت وهكذا مع طبعا أخذ في الاعتبار بعض الخصائص للعناوين هاي تمام آخر موضوع الآن اللي هو الـ Subtraction Rule Subtraction Rule اللي هي يعني قاعدة اللي هو الطرح قاعدة الطرح قاعدة الطرح برضه يعني قاعدة سهلة بسيطة يقول لي هنا if a task can be done either in one of n one ways or in one of n two ways then the total number of ways to do the task is n واحد زائد n اثنين تمام minus the number of ways to do the task that are common to the two different ways يعني بدنا نطرح نجمعهم الاحتمالات لكن بدنا نطرح منهم الحالات المشتركة عشان هيك باستخدام المجموعات يعني او الانكلوجن اكسكلوجن A اتحاد ال B عدد عناصر المجموعتين A اتحاد ال B بيساوي عدد عناصر ال A زائد عدد عناصر ال B ناقص تقاطعهم فلما بدي احسب يعني اللي هو الاحتمالات
أو الحالات للمجموعتين لازم ننقص اللي هو الحاصل الجمع، حاصل اللي هو إيش ننقص اللي هو التقاطع، ننقص التقاطع. تمام، تعال نشوف عاد مثال على قاعدة الطرح. تمام، نشوف مثال counting bit strings. طبعا هذه القاعدة بسموها كمان الإكلوجن إكسكلوجن for two sets. إكلوجن إكسكلوجن counting bit string. Example: how many bit strings of length 8 either start with a 1 bit or end with 2 bits. نركز هذا المثال، هذا المثال مهم شوية وبنستخدم فيه عشان أكثر من قاعدة، وخصوصا قاعدة يعني اللي هو الطرح. أول إشي بيقول لي how many bit string of length 8. يبقى أنا في عندي سلسلة ثنائية مكونة من 8 خانات ثنائية. لما يقول لي 8 خانات ثنائية يعني كل خانة بتكون فيها يا صفر يا إما واحد. طيب either start with one or end with two bits. هي حطت لي أنا شرطين، يا إما بتبدأ هذه بواحد يعني هنا واحد ثابت، أو تنتهي بإيش؟ بصفرين. يعني هنا زيرو وهنا زيرو. تمام؟ بدي عاد نحسب إيش؟ كل البت سترينج الممكنة اللي بتبدأ بواحد أو بتنتهي بصفرين. تمام؟ فأنا في الأول بدي أشوف أكم بت سترينج بيبدو بواحد، وبعدين أكم بت سترينج بنته بصفرين زي ما السؤال طالب، وفي الآخر لازم أطرح، ما بينفعش نعد مرتين، لازم نطرح الحالة حالة التقاطع، يعني اللي بيبدأ بواحد وبنتهي بصفرين في نفس الوقت، لازم نطرح الحالات الطرح، وإلا حيصير في عندي تكرار. وإلا حيصير في عندي تكرار. فأول إشي النمبر اوف بت سترينج اوف لينث 8 and start with 1، ايش حتكون عندي هنا؟ هذا ثابت. تمام؟ نحسب ايش؟ كم خانة ضل عندي؟ 7، يبقى بصير 2 أس 7 بت سترينج هان. تمام؟ هي 2 أس 7 بيطلع 128. طب وهي هذول ثابتين، يعني بثبتين بقدر احطهم في الاحتمالات، يعني احتمال كل واحد واحد بس، واحد صحيح. يعني هذا واحد صحيح ضرب هنا اثنين، لانه يعني يا صفر يا واحد، ضرب اثنين ضرب وهكذا، عشان هيك حطيت على اثنين والسبعة اخذناه في اول هذا. هنا نفس القصة برضه، اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ست مرات، وبعدين ضرب واحد ضرب واحد، هذا ثابتين، فهنا اثنين أس ستة. تمام، لحد الآن مفروض فيش مشكلة، حسبت لكل واحد لما بيبدأ بواحد ولما بنتهي باثنين الاحتمال. الآن لازم نشيل اللي هو ايش؟ التقاطع. التقاطع يعني لما بيبدأ بواحد وبنتهي باثنين في نفس الوقت، في الحالة هذه انه يكون في عندي هنا واحد وهنا صفرين في نفس الوقت، بصير عندي بس الاحتمال وين جاي؟ خمس خانات. هذول كلهم لما يكون عندي واحد وان صفرين بدي اطرحهم، لازم نطرحهم، هذول التقاطع. ايش هم هذول؟ 2 اس 5. 2 اس 5 ببدا بواحد وبنتهي بصفرين، 2 اس 5 اللي هو 32. فبصير عندي اللي هو الاحتمالات او الحالات السترينج 128 زائد 64، يعني الحالة الأولى والحالة الثانية بيبدأ بواحد وبينتهي باثنين، ناقص الحالتين مع بعض اللي هو التقاطع 32، فبيطلع 160.
هذا اللي هو موضوع للبرود اللي هو الابستراكشن رول. نوقف لعند هنا. طبعا هاي مش مطلوبة، تمام، فنقف اللي هو عند الـ Subtraction Rule. يعطيكم ألف عافية.